عسلامة. قدم لي روح. أنا مواطنة تونسية. مرحبا بك حذينا مدام. بارك الله فيك. مدام اليوم حبيت تحكي معنا على التونسي والمظاهر. أيوة. إيه إحنا شعب المظاهر على فكرة. كيف هي شعب المظاهر؟ نعطيك إكزومبل مثلا إحنا تونسي يبدأ يخلص مليون ويحب يصرف 5 ملايين، ديجا يصرف في الروج 5 ملايين. إحنا شعب نحبوا برشا نعيشوا ما نعيشوش واقعنا. ديما نظهروا اللي احنا معناه كيف ما نقولوا افضل او احسن او في درجه عاليه من الرقي. لا انا نحب اللي الرساله نحب نبعثها للشعب، وخاصه احنا اليوم مقبلين على عيد الاضحى المبارك. مبروك علينا قبل كل شيء. مبروك على ام الاسلاميه قاطبه وعلى كل الشعب التونسي وعلى كل معناها حر ابي في العالم الاسلامي. لكن نحب نقول حاجه، أرو وقت ما تشوف تشكي الناس من عيد الاضحى، العيد الاضحى جحي لمن اللي يقدر، اللي ما يقدرش زاده. وهالتسعيره اللي يحكيو بالمليون والمية، روى الشعب التونسي ما يخلصش بخمسه ملايين باش يشري، يقدر يشري علوش بمليون ولا بمليون ومية ولا مليون ونص، احسن علوش او مليون ونص وانت ماشي، زوز ملايين ونص. انا الرساله اللي نبعثها للشعب التونسي، قاطعوا عيد الاضحى ما تعيدوش بالعربي، ما تعيدوش، ما كومش قادرين ما تعيدوش، خلوا العلالة تقعد غادي، توا ظل ب 300,000 و 400 وما تلقوش شكون يشري. حاولوا يا توانسة في حياتكم مرة بركة امشوا للمقاطعة، قاطعوا السنة عيد الأضحى بغنيكم بفقيركم متوسطكم بالكلكم، ما تعيدوش، خلوا لهم العلالة عندهم. توا ب 300 دينار وما وظل غير يا وخي جهز، شي معناها أربعة كرعين وراس بمليون ومليون ونص. تونس بلاد العلوش، تونس بلاد العلوش، اللوبيات المحتكرة، معناها احنا عندنا حوالي المليون ولا مليون ونص علوش، تعيد للشعب وكفاية. علاش احنا نلقوا مليون ونص معناها علوش فيه 10 ولا 15 كيلو لحم؟ مو لاباس، نسنا مجبرين. راهو زاد التبذر هذا ربي ما قالش بيه، ما قالش ربي انك تشري اربعه كرعين وراس بمليون ولا مليون ونص باش تقولي التضخم. نمشي مع التضخم، اما مهما كانت واللي 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 يعطوه مساعده، يعطوه مساعده 60 دينار في عيد الاضحى، باش يعمل بها 60 دينار يشري بها كيلو ونص؟ عنده سته في العائله؟ على من يضحكوا؟ على من يضحكوا؟ بالله الشؤون الاجتماعيه، انا رسالتي ليه يا سي الزاهي، راك تايرك بالعربي تضحك على ذقون الشعب المسكين. كي عاطي للشعب 60 دينار شي يعمل بها؟ زعما سي زاهي كي عطوه 60 دينار ينجم يعيد بها توا؟ انا رسالتي هنا لاعضاء الحكومه نتاع الدوله المنكوبه هذه نقول لهم بربي 60 دينار كي تنجموا تعيدوا بها ما يصيرش نعاودوا معاك. ورونا يا وزير تونس ويا رئيس الحكومه يا سيد ابو دن، ورونا 60 دينار كل واحد منكم 60 دينار نحبوا يعيد ب 60 دينار، نحبوا كان هما صادقين معانا في الدوله هذه ما يسالش. يا سيدي يا اعضاء الحكومه ويا رئيس الدوله، نحبكم في العيد هذا تعيدوا ب 60 دينار كلكم، من رئيس الدوله لاخر واحد، من مستشارين من اعضاء من مديري عامين الدوله، الكل بربي عيدونا ب 60 دينار كلكم، خلينا نشوفوكم كاش تعيدوا، ورونا اون لايف عيادكم كيفاش. ما يجيش تضحكوا على الشعب، تتمسخروا على المساكين في الوطن هذا. ميزينا يزينا ما غطينا بالحق، انك تجي المواطن التونسي تعطيه 60 دينار تقول له عيد بها، عيد بها انت يا وزيرة يا سي الزاهي، عيد انت ب 60 دينار خلينا نشوفك. نحب سي الزاهي نهار العيد يوريني 60 دينار كاش معيد بها، قداش يشري بها لحم وقداش عنده في العيلة. احنا في واد وفي طبقة وهما في طبقة أخرى، وما تتمسخروش، راهو الشعب يصبر يصبر يصبر، لكن الشعب عندما يثور يأتي على الأخضر واليابس. وحذاري نقول لكم، حذاري حذاري يا حكومة دولة تونس، حذاري من الاستهتار بقوت الشعب. نعرف عنا لوبيات وما شاء الله أكثر من عدد الشعر، لكن عنا وزارة تجارة، عنا وزارة فلاحة، عنا وزارة أولى فيها رئيسة حكومة. أهبتي يا سيدة رئيسة الحكومة، أهبتي للشارع اللوطة، أهبتي للرحب متاع السعي، شوفي بعينك العلوش يجيبوا فيه بسيدي بوزيد ب 500 وب 600 يبيعوا فيه هنا بمليون ونص. وانا بنت بوزيد ونعرف كاش تخرج العلالش، تخرج العلالش من القرايش نتاع سيدي بوزيد ب 600 وب 700 يبيعوا فيها بزوز ملايين وزوز ملايين ونص هنا في تونس. اخرجي يا سيده ابو دن، اخرجي ويا وزيره التجاره زاده، اخرجي تحركي شويه، اخرجي للرحب وشوفي. ومش معقول راهو باش نعيدوا عام 2023 في التضخم المالي اللي عندنا هذا بزوز ملايين، العلوش الباهي بزوز ملايين،
وتجو المواطن مسحوق تعطوه 60 دينار، اعطوه 500 دينار، هذا اللي باش تعايدوا بزوز ملايين، اعطوا للمواطن المسكين 500 دينار يا سي الزاهي، فيق يا سي الزاهي فيق. بي نحكيو عليك انت مدام شخصيا، انت اليوم سنين معايده ولا لا؟ لا انا مقاطعه العيد، انا عندي 5 سنين مقاطعه العيد في تونس. من الغلاء؟ من الغلاء، من الغلاء، انا مانيشني مع احتراماتي واللي عنده، انا ما نجمش نشري اربع قلت لك كرعين وراس ب 500 و 800 ولا بمليون ومليون ونص. يعني الصوم اللي تنجم تشري به انت ولا التوانسه الكل؟ شوف التوانسه ما يلزمنا ما يفوتش الضحيه، ما يلزمها ما تفوتش ال 500 دينار. ونزيد نوجه رساله للسيد وزير الفلاحه نقول له لهنا، تولها شويه بالعلف نتاع الماشيه اللي قاعده الناس معناها، راهي الناس اللي تبيع واللي قاعده معناها محافظه على ثروه للدوله هذه على اكتفاء ذاتي نتاع الشعب. يا سيد وزير الفلاحه بجاه ربي تلفتوا شويه، ازرعوا مسالش، تواضعوا شويه وزاره الفلاحه وازرعوا لنا هيك الاراضي المهمله على مجرد هذيك الملوحه، ازرعوها يا سيدي علف وصوجه للشعب التونسي، خلينا نعرفوا من عنا، علاش نمشوا بالعمله الصعبه، احنا نجيبوا في العلف من برا بالعمله الصعبه في الصوجه. هي عنا، هاي عنا جندوبه وباجه والكيف وسليانه والقصرين وسيدي بوزيد والقروان وزغوان، كلها اراضي دوله. يا خويا ماكم قلتوا اراضي دوله نحيتوها للشعب وعملتوها اراضي دوله، على الاقل كي عملتوها اراضي دوله ازرعوها. ازرعوها، خلينا نصبحوا احنا في يوم من الايام دوله مصدره. علاش احنا ما نشوفوش رواحنا دولة مصدرة للحبوب عبر العالم، مع أن عندنا المناخ والخصب وعندنا أراضي معناها خير من أوكرانيا وروسيا، ولو كان نحن الملايين الأراضي الملوحة وكان السنة مزروعة قمح، رانا احنا ننافسوا تو في أوكرانيا باش نصدروا. علاش احنا مخلينا ديما تحت الساقين من أجل اللوبيات، باش اللوبيات نتاع الحبوب تستورد، لوبيات العلوش تستورد، لوبيات الدجاج تستورد، معناها احنا نهار باش يستوردوا لنا الشعب، نهار باش نقوموا الصباح التوانسه نلقوا احنا اللوبيات مستورد لنا شعب جديد، هذا المزال في تونس. فيقوا يا وزراء، اخرجوا 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 من بيرواتكم يا ساده الوزراء، اخرجوا من بيرواتكم، عيشوا الواقع شويه، عيشوا الواقع، عيشوا الواقع، عيشوا الواقع، الشعب المنكوب هذا في البلاد المنكوبه هذه، عيشوا. عيشوا معانا ما يسالش، اهبطوا يا سيدة أبو دن، نزيد إلحاحي لك نزيد نقول اهبطي يا سيدة أبو دن، اهبطي لرحب السعي، شوفي بعينك، راكي رئيسة وزراء، راكي رئيسة، راكي حاملة وزر شعب فوق أكتافك أنت، قومي بواجبك، أوقفي، أوقفي مع الناس المساكين، يا أخي كعطيهم 60 دينار للشعب المسحوق، شنو نعملوا بها نحن 60 دينار؟ معنا ما نعملوا بها. مدام نخلي لك الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة إن شاء الله ربي يسعى على خير، عيد مبارك سعيد على كل الأمة الإسلامية، على الشعب التونسي، على سيادة رئيس الدولة، على كل أعضاء الحكومة التونسية، نتمنى لكم عيد سعيد مبارك إن شاء الله. أمين. بالوفاق إن شاء الله، بالتآخي، بالمحبة، ماذا بينا شوية اللوبيات يركحوا هالنهارين هذوما، خلي الناس تعيد. شكرا.